السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب والبنات، حياكم جميع. اليوم طبعا راح نتكلم عن حدث يعني المفروض انه يكون قديم لكن مهم صراحة للأمانة، خاصة للمبتدئين، خاصة قيادة التحالفات والأمور هذه اللي هي الصيحة العالمية. طبعا حدث جدا مهم بالصيحة العالمية، خاصة توك نبلش في اللعبة أو التحالفات اللي ما فيها رصيد بشكل عام، لأن المكافآت التحالف راح تعطيك تقريبا 5000 رصيد بعشرة، يعني رقم وايد حلو حق رصيد التحالف. إذا أخذت التحالف الأول والتحالف الثاني عندك الترتيب، التحالف الثالث يعني 8 من 5000، يعتبر جدا حلو. غير التسريعات اللي موجودة اللي هي لما تيجي تاخذ التحالف الأول 15 دقيقة، فيعتبر وايد حلو. الجوائز الفردية في حال أخذت الأول ترى حلوة المنافسة فيها، خاصة أصحاب الفري تو بلاي، للأمانة جدا حلوة صراحة. تصرف نقاط حرب ولا ما تصرف نقاط حرب بالحدث هذا، صراحة هي مو مستاهلة وايد انك تصرف بشكل وايد كبير، لكن اذا كنت في كي بي كي نعم هي مستاهلة، واذا بداية اللعبة نعم اصرف ما عندك اي مشكلة. في حال ما تبي تشارك في الموسم الاول في السكن اللي هو ضرر مهارة اللي هو شلالات الشفق. فبالنسبة حق الرصيد يعتبر جدا ممتاز حق التحالف. فهذا عندنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة، فمان الله.